اهلا باحلى عيله، عيله دانا فليكس. الفيلم ده مخصوص لمحبي الرعب والتشويق، يعني اللي بيخاف ما يتفرجش، لان الفيلم ده من العيار التقيل واحداثه كلها مستوحاه من احداث حقيقيه. بتبدا احداث فيلمنا في محل البيع التحف، وكانت سيما بتحاول تتصل بزميلها طارق لان بقاله فتره مش بيجي الشغل. فعمر زميلها قال لها ان طارق اشترى كمبيوتر جديد علشان يشتغل عليه، واكيد علشان كده ما عندوش وقت يجي الشغل. بس سيما قالت له انها قلقانه عليه لانه اتصل بيها من 4 ايام في وقت متاخر جدا، وفضل ساكت شويه وما اتكلمش ولا كلمه، وبعدها قفل السكة على طول. فرد عمر وقال لها انه عمل معاه كده برضه. وهندة زميلتهم التالتة قالت لهم انه برضه اتصل بيها من اسبوع، وفضل يقول كلام غريب كده بصوت واطي جدا، وبعدها قفل. فقررت هندة انها تروح له تطمن عليه في بيته، وفعلا بعد ما خلصت شغلها راحت له، وفضلت تخبط على الباب كتير، ولما ما فتحش قلقت لحسن يكون جراله حاجه، فجابت نجار وفتح لها الباب. ولما دخلت لقت البيت مش مترتب خالص، والكتب والورق مرمي في كل مكان، والحيطه متلزق عليها ورق جرايد كتير جدا ملزوق بشرايط لزق. فاستغربت جدا وحاولت ترتب المكان على قد ما قدرت. ومره واحده لقت طارق قدامها، ولما سالته ليه ما فتح لهاش طالما موجود قال لها انه كان نايم وما سمعهاش. فسالته طب انت ليه مش بترد على اتصالنا وبتطمنا عليك، فقال لها انه كان مشغول ومش فاضي. ولما سالته ايه هو الشغل الجديد ده مرضاش يقول لها عليه، واخد حاجه من دولاب المطبخ وطلع على اوضته. فقالت له انها هتاخد الكاميرا بتاعتها اللي كان اخدها منها. ولما فضلت تكلمه ولقيته مش بيرد طلعت وراه اوضته علشان تطمن عليه. ولما وصلت سمعته بيكرر كلمة اصحى اصحى، والمفاجأة انها لقيته انتحر، واتصدمت من المنظر جدا. وبعدها بلغت الشرطة، وطبعا الشرطة استدعت الرئيس سليمان درويش علشان يحقق في القضية ويعرف سبب الانتحار. وقال له الضابط هالوك ان التحقيقات وشارت زميلته هندة اثبتت انه فعلا مات منتحر. فراح سليمان بنفسه يحقق تاني مع هندة علشان يعرف كل التفاصيل، وفعلا حكت له كل اللي حصل بالتفصيل، وانه اخذ السكينة من المطبخ وخباه منها. والموضوع ما كانش سهل ابدا على هندة، وكانت مصدومة جدا من اللي شافته، لدرجة انها حلمت بطارق وكان كابوس فظيع. وتاني يوم بعد الجنازة وقفت مع زمايلها في الشغل تفكر معاهم، وحاولت تلاقي سبب لانتحار طارق. وقال لها عمر ان غالبا شغله في الانترنت هو اللي كان السبب، لانه اتغير من وقتها وبقى حابس نفسه طول الوقت في البيت، ومهما قلت له اخرج ما كانش بيسمع كلامي، وحاولوا يهونوا على بعض. ولما روحت هندا لقت الكاميرا بتاعتها اللي كانت عند طارق عليها اجزاء من شريط اللزق اللي كان مالي الحيطه عنده، ولما فتحتها لقت جواها شريط، فاخدته وشغلته علشان تشوف فيه ايه. واول ما اشتغل كانت المفاجاه، لان لقيت طارق كان بيصرخ وخايف من حاجة مش ظاهرة، وفضل يضرب في نفسه يضرب في نفسه وهو بيقول انت مش حقيقي اخرج من هنا. ومرة واحدة الشاشة ضلمت وظهرت عيون مخيفة لدرجة انها فجعت هندة. وبعد ما عدى 3 ايام على موت طارق راحت هندة على شغلها، ولما وصلت قعدت مع سيمة تهون عليها. فجي عمر وقال لها في حاجة غريبة بتحصل لازم تشوفوها بنفسكوا. فراحوا معاه وورى لهم الايميلات بتاعته، ومن ضمنها ايميل من طارق بتاريخ اليوم بيقول لهم فيه خرجوني، وبعت صورة ليه متكتف في مكان غريب ومن غير عينين وراه كائن غريب جدا. فقعدوا يفكروا ازاي يوصل لهم ايميل من واحد ميت، وقرروا بعدها انهم ينسوا الموضوع لان اكيد في حد بيستخدم حسابه وبيحاول يخوفهم. وفي نفس الوقت راح المحقق سليمان لبيت طارق على امل انه يوصل لاي حاجه، ولما دخل اوضته لقاها صغيره جدا، وفي نفس الركن اللي انتحر فيه طارق كان في ظل على الحيطه لواحد ماسك سكينه وجنبه في مرايه متغطيه بالورق. ولما شال سليمان الورق من عليها وبص فيها شاف خيال لحاجه وراه، ولما بص وراه ما لقاش حاجه، وكان سليمان شاكك ان طارق انضم لجماعه او فكر معين وهو ده السبب في انتحاره، وعلشان كده طلب من الخبراء انهم يحاولوا يوصلوا لاي حاجه من كمبيوتر طارق، وراح على مكتبه علشان يعرف النتيجه. ووقتها هولك قال له ان الكمبيوتر ما كانش عليه غير رموز 388@0 ومتكرر كتير جدا ومعرفوش ده معناه ايه. وبنرجع تاني لهندا بعد ما روحت وفتحت قناه الاخبار، وكانوا بيتكلموا عن زياده عدد حالات الانتحار في العالم كله مش بس في تركيا، لدرجه ان حالات الانتحار وصلت في امريكا لاكتر من 1000 حالة خلال اسبوع واحد. ومره واحده الصوت بدا يقطع والصوره بقى شكلها غريب جدا، فخافت منها هندا وقفلته بسرعه. اما عمر فما كانش عارف يتجاهل الايميل اللي وصل له من طارق، وفضل يتفرج على الصوره كتير، وبعدها ظهرت له فيديوهات غريبه وكانها الشبح ومكتوب على الحيطه 388@0. ومره واحده اتكتب على الشاشه بتاعته يا ترى مستعد ان حياتك كلها تتغير، فخاف عمر وقفل الكمبيوتر. بس تليفونه رن وكان
متصل 388@0، وأول ما فتح عمر الخط سمع صوت بصريخ بيقول عروقي بتنفجر، وطبعا خاف عمر وقفل السكة بسرعة. وتاني يوم قابل هندا وسيما وحكى لهم اللي حصل، وهندا كمان حكت لهم على شريط الفيديو ده وقالت لهم أنا بعد ما شفته بصيت من شباك أوضتي ولقيتكم واقفين بره فاطمنت شوية، ولما فتحت لكم الباب لقيتكم واقفين من بعيد وكان شكلكم مرعب جدا كأنكم ميتين. وبعدها قالت لهم إن احنا لازم نسلم الشريط والصورة للشرطة، وطبعا كلهم وافقوا. وكان سليمان في مكتبه وبيفكر في الرمز اللي لقوه بيرسمه، فدخل عليه هولك وفتح التلفزيون وقال له في حاجة مهمة جدا، وكانت المذيعة بتقول إن حالات الانتحار في اسطنبول زادت 24 حالة في يومين، وكان معاها دكتور نفسي قال لها إن الحاجة الوحيدة المشتركة لكل الحالات دي هي الإنترنت، وقال لها أمريكا قالت إن في جماعة جديدة بتتواصل مع الناس عن طريق الإنترنت وتنيمهم مغناطيسيا وبعدها بتطلب منهم يقتلوا نفسهم، لكن هو شايف إن دي حرب ضد البشرية، وشاف سليمان إن كلامه مش منطقي فقفل التلفزيون وطلب من هولك يدور على معنى 388@0 ويشوف لو كل حالات الانتحار ظهر عندهم نفس الرمز ده ولا لا. فقطع كلامه السكرتير وبيبلغه إن هندا عايزة تقابله، فبيروح لها وبتوري له الفيديو وبعتت له الصورة. ولما مشي سليمان قعدت هندا قلقان على عمر، وهو فعلا حالته ما كانتش تطمن حد لأنه كان قاعد قلقان وخايف، وزاد خوفه كمان المكالمة اللي جات له من 388@0، وكان في صوت طارق اللي فضل يقول له انقذني وخرجني، وبعدها قفل السكة. فراح عمر على بيت طارق على أمل إنه يفهم أي حاجة، وكان الظل الأسود مستخبي في الجدران وما قدرش عمر يشوفه، لكنه حس بيه لما وصل لأوضة طارق وقرب من الظل الموجود، وبعدها خرج منه شبح شكله مرعب جدا وحاول يهجم عليه ويقتله، بس قدر عمر إنه يهرب بسرعة بره البيت، ورجع الشبح تاني لمكانه. وهو في طريقه البيت وشاف بيت مهجور بابه مفتوح، ولما دخل وشاف نفس الشبابيك والرمز اللي كان في الفيديو اللي ظهر له، فخاف وترعب ووقع تحت الترابيزة وشاف كائن غريب بيقرب منه، فطلع تليفونه واتصل بنفسه وقال بصوت عالي عروقي بتنفجر، وتعاد المشهد القديم اللي وقت ما اتصل بيه 388@0، والموقف وقتها ما كانش مفهوم ابدا. وكان سليمان وقتها روح بيته وفضل يتفرج على صورة طارق والفيديو وحس ان في حركة غريبة في البيت، لكنه كدب نفسه ودخل نام، وصحي على صوت مراته سلطانة في المطبخ مع انها كانت انتحرت وقطعت شرايينها في البانيو من مدة لانها كانت فاكرة انه بيخونها، ولما جه قرب منها يكلمها ويلمسها لقاها شبح مخيف وحاولت تهجم عليه، لكن لحسن حظه كان كل ده كابوس وصحي منه لما اتصل بيه هولك وبيبلغه بقتل عمر. وطبعا هند وسيما وقتها اتصدموا من الخبر، ولما راحوا المسرح الجريمة طلع واحد قرأ قرآن وقال ان اللي بيحصل ده من الجن لان دي دابة الارض بعتها لنا ربنا بسبب الفساد والمعاصي اللي عايشين فيها. فوقتها قررت سيما انها ترجع لاهلها في اسطنبول لانها مش قادرة تعيش في جو الرعب ده، لكن هند روحت وفضلت تبحث وتدور اكتر عن دابة الارض وعرفت انها عبارة عن جن هيهاجم البشر، ومسكت الورقة اللي مكتوب فيها الرمز وجي في بالها فكرة، فجابت المراية وحطت الرمز قدامها ولقيته كلمة دابة بالانجليزي، واتأكدت ان فعلا كل اللي بيحصل ده من الجن، وقررت وقتها انها لازم تقول لسليمان. وفعلا راحت له جري وهو كان مع هولك بيقوله انه دور في الحاجات اللي قاله عليها، وعرف ان فعلا 388@0 ده رمز مشترك بين كل حالات الانتحار، ومع ذلك محدش في العالم كله وصل لمعنى الرمز. وقتها قطعت كلامهم هند اللي جت بتجري عليهم وبتسأل عن الرجل اللي اتكلم عن الدابة، وهم وقتها مسكوه واعتقلوه، فقال لها هولك انهم سابوه اطلقوا سراحه لانه راجل مجنون وعايش طول الوقت منعزل عن العالم كله، فقالت لهم ان هو مش مجنون وان هو الوحيد اللي قدر يفسر معنى 338@0، ومسكت الورقة اللي مكتوب فيها الرمز وعكستها والكل قراها دابة، فاقتنع سليمان واخدها وراحوا على بيت زيا، ولما وصلوا لقوا فعلا عايش بعيد لوحده، وهو وقتها كان قاعد في ركن بيترعش وعلى جسمه علامات التعذيب، واول ما هند سالته عرفت منين انها دابة، فضل يترعش ويقول ما كانش المفروض اتكلم لانهم هيأذوني انا ومراتي، فاستغرب سليمان جدا وقال له فين مراتك واسمها ايه، فقال له اسمها تل وموجوده بس مش هتقدروا تشوفوها لانها من الجن، وهي قالت لي ان الدابه بتستخدم الجن لاكل الناس، وبص لسليمان وقال له ان شبح مراتك انت كمان موجود، وبعدها وقع في الارض وفضل جسمه كله يتنفض فسابوه مشيوا. وحاول وقتها سليمان يبين انه مش مصدق كلامه وانه كل دي تخاريف، وقال ان اكيد في مجموعه من الناس سموا نفسهم دابه وعاملين موقع على الانترنت وقدروا يتلاعبوا بعقل الناس واقنعوهم انهم ينتحروا، واخد هند ووصلها لشغلها ومشي، ولما وصلت حست ان المحل فيه حاجه غريبه وكان في حد معاها في المكان، وفضلت تدور في كل مكان فلقى الظل حاول يهجم عليها فخافت ووقعت، بس قامت بسرعه وغيرت مكانها وحاولت تشغل نفسها في اي حاجه، واتصلت تطمن على سيما بس ما ردتش عليها لان للاسف كانت وقتها ماتت في الطريق هي والسواق، بس هند ما كانتش لسه تعرف الخبر، ولما ما لقيتهاش
بترد قفلت المكالمة وراحت تطمن على عمها في المكتب لما سمعت أصوات غريبة. وفعلا كان خرج ظل من جهاز الكمبيوتر وهجم على عمها، وظهرت بعدها صورته جوه جهاز الكمبيوتر والظل كان لسه في الأوضة، وخرجت تجري على بره يمكن تلاقي أي حد يساعدها، لكن الجن كان وراها في كل مكان. أما سليمان فبعد ما وصل بيته حس هو كمان إن الأشباح حواليه، وجي وقتها شبح سلطانة وقتله، وبعدها اتصل بهولك وقال له إنه لقى كهف مسكون وغالبا هو ده مكان انتشار الجن، وبعد ما قفل معاه جه الظل وقتله. واتصل سليمان بهندا وطلب منها تقابله هناك، وفعلا لما وصلت هناك حاول قتلها هو وكل الاشباح وتجمع كل الموتى في النفق، ووقف طارق قدامهم بنفس المنظر اللي كان في الصوره اللي بعتها لعمر. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا هنستنى تعليقاتكم على الفيديو. اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامه.